خالتي ربي حسنة وما خدامه غير جالسه في الدار سيدي، وانا غير كاريه، ودابا مقاس عندي لا خدمه لا والو، معيشه ما عنديش، ويعني ما في حاليش، وعندي وليد ديال كسيده، وكنمر في ظروف صعيبه، والسكن ديالي شتي سيدي كي دايره، ومدخول ما عنديش، ما عنديش امكانيات، ما عنديش بزاف ديال الحوايج. خدامه غير في الديور كندير الميناج، لكن دابا بركت مريض بالتوحد وفي شي شكل يعني ماشي طبيعي، وانا غير كنقاصي عليه. عندي جوج باهم ميت لي شحال هادي، وغير الناس اللي وافقين عمايا، وغير الناس اللي نعاونيني، يعني ما عنديش امكانيات. يعني عندي لاكارت، عندي الحاله المدنيه، وني كان الحاله المدنيه دابا بقات في المحكمه، خاصني يعني نجيبها. وحنت مني كان باهم حي الله يرحمه، ما كانش نصاوب لهم ورق، مني مات عاد انا اللي صبت لهم ورق، ومرت عمهم داكشي نفقوا عمي، الناس تصبوا لي الوراق، نطلب منهم يعاونوني، يعني ما عنديش مدخول باش نخلص الكرام او باش نكبر هاد الوليدات، والحاله ضعيفه، وربي اللي طالع بيا، غير الناس المحسنين هما اللي واقفين عمايا. هذاك الشيء يعني ما عنديش باش يعني تشوف الحاله ديالي كيفاش داير. كنطلبهم يعاونوني ويشوفوا حال هاد الدري اللي هو مريض ليا، وانا ما عنديش امكانيات باش نكون عم الدري او باش نكون عم راسي، يعني السكنه ما عنديش، شو حالتي كي دايره، يعني اللي بغى يعاونني فيها باس، اللي بغى يدير معايا شي حاجه الله يرحمه الله يجازيه. وهذا الشيء غنقول، لا ما عمرني حاولت، وما عمر نقيدوني الناس كاع، ما كنعرفش هذه جوج. كان كيقول لي المدير سيري قلبي سيري شوفي، يعني باغا نشوف كان ما عارفاش، ما بقاش كيفاش ندير نخرج. على حسب هذا المرض انا ما كنخرج دابا، غير جالسه غير في الدار. شوف وليدي هاد السكده دايزه فيها وليدي، وليداتها مراد وما عداش الراجل، وكتخدم على وليداتها، ودابا وليدي راه مسكينه، راه الموجود الله ما بقى فين تخدم، ما بقى ما عندها كدير، راه هي مطيحه لينا النص وليدي، والله مطيحه منا النص. كون صلنا حنا بنادم باش يعاوننا في سبيل الله، دايزه فيها وليدي السكده وبزاف، دايزه فيها وليدي بزاف وبزاف، ووليداتها ما عندها وليدي الا الله سبحانه، ترجعوا اللي عاونها المحسنين. السلام عليكم، معكم حسين الشاكيري، الجار ديال السيده حسنه، اللي مسكينه كدايش واحد الظروف ماديه مزريه بزاف، عندها واحد الوليد هو الصغير، عنده مرض توحد، عنده مشكل في المدرسه، عنده مشكل مع الجيران، عنده مشكل مع الصحاب ديالو، عنده الوليد الكبير راه هو كيقرا، هي راه مشى ارماله، ميت لها راجل تقريبا دابا شي عامين، راجل اللي كيروفوا عليها غير محسن مره ودابا مع المرض ديال كورونا تحبسات في الدار، لا معيشه لا كيدقوا عليها لا ماكل لا شراب لا والو، كتلقانا غير حنا مره والناس ديال الحومه مره كيروفوا عليها، ولكن السيده عندها المصاريف، عندها الماء، عندها الكرا، عندها الضوء، عندها المعيشه، عندها جوج اولاد، عندها واحد الوليد كما قلت لكم عنده مرض التوحد. هاد السيده راه وفي مشوفة التوخي مسكين، داك السيده تشرس من الدراع ديالو، تشرس من الرجل ديالو، تكرفس واحد التكرفيصه كما كتشوفوا. هاد السيده مسكينه راه اش نقول لكم، حاله يوش عليها، راه الشيء اللي كنقول لكم، هاد السيده شوفوا بعينيكم، هاد الشيء كلشي قدامكم، ما كاينش شي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.